نذهب إلى مراسلنا في أنقرة عمر أحمد. عمر أهلا بك معنا في هذه الجولة. إذن الاجتماع انتهى في أستانا، لكن كما قال خليل قبل قليل ربما الاجتماع الهامشي هو أهم من الاجتماع الرئيسي، وهو الاجتماع الذي حصل بين الوفد التركي والوفد السوري. هل من تفاصيل لديك عن هذه الاجتماعات، وما هو المنتظر بعد الانتهاء المفاجئ لاجتماع أستانا العشرين؟ نعم رعد، بعد التحية، بالفعل هذه الاجتماعات الثنائية التي حصلت إن كان بين الوفد السوري والتركي أو بين الوفود الروسي والسوري والتركي والإيراني والتركي والروسي كذلك، هذه الاجتماعات يعني أهم ما تطرقت إليه هو موضوع خارطة الطريق الروسية المعلنة حول تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا. هذه الخارطة طبعا هنا في تركيا كثير من المصادر تحدثت عن أن تركيا ليس لديها مشكلة في عملية الانسحاب من الأراضي السورية، ولكن المشكلة هي في انعدام الثقة أولا، وثانيا في الأولوية، حيث تريد تركيا أولا إنهاء مشكلة الإرهاب الموجودة في شمال شرق سوريا بشكل الأساسي بالنسبة لتركيا، التعاون في موضوع مكافحة الإرهاب، وكذلك في موضوع الأماكن والمناطق العازلة الآمنة التي أنشأتها تركيا في شمال غرب سوريا كذلك. هذه المواضيع تركيا أولا تريد الإطمئنان عليها بين قوسين، وبعد ذلك يمكنها الانسحاب. تركيا حاليا حسب الكثير من المراقبين رعد تواجه مشكلة حقيقية في موضوع إن حدث الانسحاب فهناك نقمة قد تحدث على يعني تركيا من المجموعات التي هي متوافقة معها حاليا، خصوصا المجموعات الموجودة في إدلب، وهناك تخوف من أن تقوم هذه المجموعات بعمليات إرهابية في الأراضي التركية ردا على التوافق التركي مع الحكومة السورية أو الانسحاب التركي تمهيدا للقضاء على هذه المجموعات. لذلك تركيا يعني لديها مشكلة في هذا الموضوع ولا تريد المجازفة في هذا الأمر، وبالتالي تصر على موضوع أولا مكافحة الإرهاب، وبعد ذلك يتم تسوية كل الأمور العالقة الأخرى. ولكن الثقة هنا يعني الثقة غير الموجودة بين الجانب التركي والسوري هي المفصل الذي يمكن أن تلعب عليه كل من روسيا وإيران لتقريب وجهات النظر في موضوع يعني إيجاد حل مشترك يتم قبوله من الجانب التركي والسوري كذلك في عملية إن كان مكافحة الإرهاب أو عودة اللاجئين أو كذلك تنظيف الأراضي السورية، لأن كل الأطراف متفقة اليوم على مصطلحات وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية. هذا يعني من ضمن هذه الأطراف، طبعا الطرف التركي يؤكد على هذه المصطلحات، يؤكد على احترامه للأراضي السورية وسيادة الأراضي السورية. هذا يعني بأن تركيا مستعدة للانسحاب من الأراضي السورية عندما تشعر تركيا بأنه ليس هناك مخاوف وليس هناك خطر من انسحابها من الأراضي السورية. نعم عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، شكرا لك على هذه التفاصيل حول اجتماع أستانا بين الممثلين الأتراك والممثلين السوريين هناك. شكرا جزيلا لك.